على الناس طبعا ما اعرفش مين دول لابسين لبس عادي، بيضربوا الولاد بتوعنا اللي هم احنا لازم عشان نروح اوضه اللبس لازم نعدي الملعب الناحيه الثانيه. تمام. فطبعا اول ثلاثه اربعه اللي كانوا موجودين هناك اتضربوا عقبال ما لاعبتنا طبعا راحت تدافع عن زمايلهم. واحنا كجهاز قدرنا نروح بسرعه جدا عشان نمنع كارثه كانت ممكن تحصل النهارده، كارثه تخيل بقى فرقتين بيضربوا بعض، مش رئيس قطاع هناك غير عادي. طبعا احنا كسبانين فاحنا يعني المفروض ان احنا فرحانين، ما فيش اي مشاكل، كل المشاكل جت من عند الفرقه الثانيه بيتحرشوا بينا. والولاد طبعا مسكوا في بعض، كان منظر غريب. الغريب اكتر كمان ان الحكم شاف المنظر ده، خد المساعدين بتوعه دخل جوه ملوش دعوه، دخل اوضته ما اكنه ما شافش حاجه. بلس طبعا كمان الامن كان قاعد في العربيات، ما نزلوش غير لما لقوا الاداري بتاعنا بيصور اللي بيحصل، راحوا نازلين. كنا طبعا خلاص سيطرنا بقى على الخناقه وابتدينا نبعد اللعيبه عن بعض، وقدرت الحمد لله انا والجهاز ان احنا ندخل لعيبتك واوضه اللبس. بس طبعا كان يعني الوضع ده وضع خطير جدا، كانت ممكن النهارده تحصل يعني مصيبه، لان انا عندي ثلاث لعيبه اتعوروا كدمات، وفي منهم ولد كان في وسط اربعه في الارض. هم ده الكدمات مش من اللعبه، مش من المباراه. لا من الخناقه. الشمس تعبان بطنه، الناس كانت بالاسترزاق دايما في بطنه بيضربوه يدوسوا عليه. حاجة كلام برضو مش متعودين عليها ابدا. انا بقالي 15 سنه في النادي الاهلي عمري ما شفت كده عداء بالشكل الفظيع ده. طبعا احنا الحمد لله ربنا ستر، ممكن النهارده تحصل كارثه ربنا ستر الحمد لله. طبعا مبروك يا كابتن، لكن طبعا تصرف يعني احنا طبعا مش متعودين عليه، وانت اكيد يا كابتن مدحت عارف يعني ايه النادي الاهلي واخلاق الاخلاق والقيم طبعاً. وبتتوقع دائما من اللي قدامك او من الفريق، خصوصا لما يكون في سن صغير، ان الامور فيها اخلاقيا افضل من كده يعني من اللي انت بتحكيه ده. كابتن ربيع الوحيد بصراحه اللي يعني وقف جنبنا شويه كابتن وليد هويد. طب كابتن عبد الجليل رئيس قطاع الناشئين ما كان موجود؟ مش متواجد. لا ما كانش متواجد النهارده للاسف، ما كانش موجود. مش متواجد؟ هو انا اعتقد لو كان موجود ما كانش حاجه زي دي ممكن تحصل يعني. كابتن ربيع اتفضل. يا كابتن ربيع كان عايز يكلمك كابتن مدحت. اتفضل. كنت اقول لك ان عبد الجليل المفروض رئيس القطاع هناك طبعا، ومعروف ان بتوع المقاصه ان هم ناس يعني عندهم اخلاقيات وعندهم احترام. أيوة. واحنا كنادي اهلي طبعا بفضل الله تعالى بنجبر اي حد على الاحترام طبعا. لكن مبروك على النتيجه يا مدحت، ومعلش واكيد هم الناس هيعتذروا ان شاء الله تعالى. طيب عشان ما اضيعش فرحتك يا كابتن بالهدف، طبعا اللي هو محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصه اكيد سمعنا او هيوصل له الكلام، وطبعا اكيد في تصرف بخصوص هذا الشأن. لكن قول يا كابتن انت دلوقتي في المركز الاول بالنتيجه دي ولا الوضع ايه؟ النتيجه دي احنا في المركز الثاني، الجيش دلوقتي في المركز الاول بفرق نقطه عننا. واحنا الثاني والمقاصه الثالث بفرق نقطه. لا المكسب ده كان مهم طبعا ليك عشان يبقى مهم جدا طبعا طبعا طبعا. مبروك يا كابتن وبالتوفيق ليك يا كابتن، واكيد ان شاء الله ما يحدث هذا التصرف تاني، خصوصا في سن كمان يعني مش ما يحدث في اي يعني سواء كبير ولا صغير، ولكن طبعا تصرف غريب اعتقد من زي ما بيقول كابتن ربيع من نادي على راسه اللواء محمد عبد السلام، طبعا حاجه محترمه ونادي اصلا كمان محترم في تعاملاته. فبالتالي يعني معلش يا كابتن، ونطمن بقى على اولادنا اللي بتقول ان هم عندهم كدمات ان شاء الله كده في المباريات القادمه بامر الله. كابتن مدحت طه اسماعيل المدير الفني لفريق 97. تصرف غريب كابتن عادل. كابتن شريف تصرف يعني اعتقد ان مدرب غير مسؤول عن اللي هو عمله ده، وده لازم يعاقب طبعا، لان الشكل ده اعتقد انه انتهى من الملاعب خلاص المصريه.